طيب يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنشرح ايه المحاضرة السابعة في كورس الداينامكس، وكنا بدأنا في المحاضرة الستة الجزء بتاع الكينيتكس اوف بارتكل، وقلنا ان الكينيتكس اوف بارتكل معناها ان انا ادرس الفورسز اللي بتأثر على البارتكل واللي مسببة لموشن البارتكل، سواء هيمشي في ستريت لاين ولا في كيرف. وكنا قلنا في مقدمة المحاضرة الستة ان عشان اجيب الفورسز المسببة للموشن فانا عندي ثلاث طرق لايجاد الفورسز ديت، هي الفورس اكسلريشن ميثود والورك اند انرجي والامبلس اند مومنتم. وكنا المحاضرة اللي فاتت اخدنا بالتفصيل الفورس اكسلريشن ميثود، اخدنا بالتفصيل الفورس acceleration method، وقلنا ان الفورس acceleration method بتتبع القانون اللي بيقول سيجما فورس equal mass في acceleration. وكنا قلنا ان الرول دوت بيتطلب مني ان انا ارسم رسمتين، ارسم الفري بادي دايجرام احط عليه الويت اللي هو mfg، احط عليه applied forces او external forces applied forces، وبحط عليه reaction normal reaction and friction. يبقى دي كلها forces بتتحط على free body diagram. وقلنا كمان بنرسم الكينيماتيك body diagram، لما قلنا ان احنا بنحط على الكينيماتيك بادي دايجرام الكوردينيتس والاكسلريشن، يبقى ده هنا الكينيماتيك بادي دايجرام. وكنا قلنا ان الكينيماتيك بادي دايجرام ليه حالتين، يا اما ستريت لاين، في الحاله ديت برسم الاكسلريشن بارلل للستريت لاين ده، يا اما كيرف، وفي حاله الكيرف برسم الكينيماتيك بادي دايجرام على حسب الكوردينيتس اللي انا هستخدمها. يعني انا لو استخدمت الاكس والواي اللي هو الكارتيزيان كوردينيتس، هبدأ اقول سيجما اف اكس وسيجما اف واي، سيجما اف اكس هتساوي الام في الاي اكس وسيجما اف واي هتساوي الام في الاي واي. لو انا اشتغلت راديال اند ترانسفيرز كوردينيتس هتبقى سيجما اف ار وسيجما اف سيتا، سيجما اف ار بتساوي الام في الاي ار والسيجما اف سيتا هتبقى ام في الاي سيتا. لو انا اشتغلت نورمال اند تانجنت، نورمال اند تانجنت، فساعتها بقول ايه، سيجما اف تي وسيجما اف ان ايكوال الام في الاي تي وايكوال الام في الاي ان. يبقى دي كده ملخص الرولز اللي احنا كتبناها المره اللي فاتت وحلينا عليها مسائل. وقلنا ان انا عشان احل البروبلم اللي بتتبع الفورس اكسلريشن ميثود عندي بروسيدور كده لازم اتبعه. البروسيدور ده بادئ بترانزليت ذا بروبلم، ترانزليت زي ايه ذا بروبلم، وكلمة translate the problem معناها ان انا ادور على البادي الماس بتاعته بكام، بعد كده ادور على السيرفس، ابدا اشوف السيرفس دوت هل هو smooth يبقى مفيش غير normal reaction او rough، يبقى ساعتها في reaction وفي ايه وفي friction. بعد كده ببدا ادور على اي معلومات عن الموشن، بعد كده ببدا اشوف ايه هو الريكوايرد بتاعي. بعد ما بنترجم المسألة وبنعرف الداتا الجيفن والريكوايرد بنبدأ نرسم رسمتين، نرسم الفري بادي دايجرام نحط عليه الفورسز الابلايد والويت والنورمال رياكشن، وبنرسم الكينيماتيك بادي دايجرام. وكنا احنا قلنا ان الكينيماتيك بادي دايجرام ده لو انا كنت في ستريت لاين، في الحالة ديت طبعا اللاين ده ممكن يكون هوريزونتال فيبقى الام في الاي هوريزونتال، او يكون انكلاين
فيبقى الام في الايه انكلايند بارلل ليه، او يكون الفري الكينماتيك بادي دايجرام في كيرف كيرفلينير موشن. لو كان كيرفلينير موشن لازم نعمل ايه؟ لازم ات فيرست سيلكت كوردينتس، ات فيرست سيلكت كوردينتس، بعد كده بنرسم الايه الاكسلريشن كومبوننتس. طبعا عندك احتمالات كتير، ممكن ترسمها اي اكس واي واي، ممكن ترسمها اي ار واي سيتا، ممكن ترسمها اي تي واي ان. الخطوه الثالثه من البروسيدور بتاعتنا ان انا ابلاي ذا رولز، ابلاي ذا رولز. رولز انهي؟ الرولز اللي احنا كتبناها في الناحيه الشمال اهي، ادي الايه، تعالوا نبروزها كده عشان تبقى ايه واضحه قدامنا، ادي الرولز اهي. بعد كده بعد ما ابلاي ذا رولز بروح بقى للخطوه 4، لو المساله ما اتحلتش بروح استدي ايه، استدي ذا موشن، ابدا اشوف بقى الاكسلريشن بتاعت اللي طلعت كونستانت ولا فاريبل. لو كانت كل الابلايد فورسز كونستانت، طبعا كونستانت في الفاليو وكونستانت في الدايركشن، يبقى الاكسلريشن هي كمان كونستانت. لو كانت احد الفورسز فاريبل في الماجنيتيود او فاريبل في الدايركشن، تخلي الاكسلريشن هي كمان فاريبل، والجأ لقوانين الدريفتيف والايه والانتجريشن عشان اجيب علاقه الفيلوسيتي باللوكيشن او علاقه الفيلوسيتي بالتايم على حسب ظروف المساله. ده كده اوتلاين سريع عن ملامح المحاضره السادسه وكانت بتوجهنا لفين، وكنا حلينا مجموعه من المسائل بتخدم الستريت لاين موشن وبتخدم كمان الحركه في كير. تعالوا نكمل نفس المشوار بالمحاضرة السادسة عشان يبقى كل اللي أنا محتاج منكم إن أنتوا تعرفوه في شابتر الفورس أكسلريشن اتلم في المحاضرة السادسة والمحاضرة السابعة. تعالوا كده نشوف هنقول إيه من خلال الثلاث مسائل الجايين. المسألة دي تعالوا كده نعمل لها زوم ونقراها سوا. بيقول لي هنا 60 كيلوغرام كيت بوردر كوستس داون ذا سيركلر تراك. في واحد كده على لوح تزلج نازل ايه يتزحلق لتحت، وكان وزن الراجل دوت 60 كيلو جرام. بيقول لي if he starts from rest when theta equal zero، لما كانت الانجل ثيتا بزيرو هو كان لسه ايه بادئ من سكون، start from rest. Determine the magnitude of the normal reaction the track exert on him when theta equal 60 degree. يعني بيقول لك هات لي الرياكشن على الراجل ده من الارض بكام لما يكون عامل انجل قيمتها كام؟ قيمتها 60 درجه. طبعا القرايه اللي انا قريتها ديت قرايه ما تحلش مساله، دي قرايه بس تفهمك الدنيا فيها ايه، لكن هتبقى لا عارف تبدا ازاي ولا عارف تكمل ازاي. طيب يلا نترجمها بطريقتنا. قبل ما نترجمها تعال نقول معاني الكلمات، تعال نقول معاني الكلمات. اول حاجه معنى كلمه سيركلر تراك، يعني ايه سيركلر تراك؟ قال لي سيركل تراك ديت معناها ان انا بتكلم على كيرف الرو بتاعته از كونستانت. يبقى كلمه سيركلر تراك تفهمني ان ده كيرف with a with constant radius of curvature. طبعا اول ما هقرا الكلمه ديت لازم اروح ابص على الرسم، هلاقي ان هو حاطط لي سهم بالمنظر ده. السهم ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان نقطه O هي السنتر اوف كيرفيتشر اللي انا بدور عليه، والفاليو الفور متر بتقول لي ان الرو بتساوي 4 متر. يبقى كل ده انا جبته منين؟ من الرسمه اللي موجوده على الشمال. قال لي ان الماس بتساوي 60 كيلو جرام، يبقى انا عارف ايه الفاليو بتاعت الماس. طيب بيقول لي كمان
if he starts from rest لما الثيتا equal zero، يعني لما ال V naught كانت بزيرو، لما كانت الثيتا equal zero. طب فين الثيتا ديت؟ تعالوا نشوفها. لو بصيتوا للرسمة هتلاقوا ان الثيتا ديت هي الانجل دي ما بين ومين؟ الثيتا دي ما بين two lines، اللاين الهوريزونتال واللاين اللي مرتبط بالراجل اللي بيتحرك. مين اللي فيهم فيكسد؟ اللاين الهوريزونتال. فبنسمي اللاين الهوريزونتال ده ريفرنس لاين، وبنسمي اللاين اللي مرتبط بالراجل ده موفينج لاين. ركزوا في الكلام ده لانه مهم. يبقى انا عندي هنا اي انجل في الديناميك بتبقى ما بين تو لاينز، لاين منهم بيبقى ثابت ريفرنس لقياس الانجل، ولاين بيتحرك بحركه مين؟ بحركه البارتكل اللي انا بدرسه. فهو بيقول لي ان هو ستارت فروم ريست لما كانت الثيتا ايكوال زيرو، يعني كان موجود في المكان ايه؟ في المكان رقم واحد. طيب وبعدين قال لي هات لي بقى ماجنتيود النورمال رياكشن. يبقى بيقول لي ديترمن هات لنا الان بكام لما الثيتا ايكوال 60 درجه. ده هيدخلنا بملحوظه مهمه جدا. نوت الملحوظه دي بتقول ايه؟ بتقول ان لو في داتا given at location، الراجل قال لنا ايه؟ لما كانت الثيتا بزيرو كانت الفي نوت بزيرو، بعد كده في required at another location، another ايه؟ another location. هو الراجل مدينا ان الفي نوت بزيرو عند ثيتا بزيرو، وطالب الان عند ثيتا ب 60. ما بين الاثنين في جسر اهو، ادي الجسر اللي ما بين ايه؟ الجيفن والريكوايرد. الجسر ده بنعديه ازاي؟ قال لي بتعديه بطريقتين. الطريق الاولاني هو باستخدام الورك اند انرجي ميثود. طبعا الورك اند انرجي ميثود لسه ما اتشرحش، فايه؟ فمش هنعدي الطريق باستخدامه، نيجي المحاضره الجايه نعدي بيه. ازاي؟ لما نوصل بقى للمحاضره الجايه. او اننا نستخدم الفورس اكسلريشن ميثود at general position. مش البروجرام مش عارف ليه ساعات بيعلق كده. method at general position. at general. طب استنى نقفل البرنامج ونشغله تاني، جهاز المشكله في كده. at general position. يبقى انت لما تلاقي النود دي موجوده تعرف ايه؟ ان انت يا اما تشتغل work and energy يا اما تشتغل force acceleration method at general position. يبقى واضح ان انا هعمل ايه؟ هعمل الحل باستخدام الforce acceleration at general position. الحل
اتفقنا بعد ترجمة المسألة نرسم رسمتين free body diagram وكينيماتيك body diagram. لو جيت رسمت الفري body diagram اهو ادي الكيرف وادي نقطة O مرة تانية اهو ادي الكيرف وادي نقطة O فين البادي اهو at general position at any angle theta اهو ادي البارتكل at any angle A theta. لو جيت رسمت الفري body diagram هبدأ احط الويت vertically downward قيمة الويت كام؟ 60 جي. وبعد كده هرسم النورمال رياكشن. فاكرين؟ قلنا ايه؟ قلنا ازاي ارسم النورمال رياكشن؟ عندي حاجتين يا اما فلات سيرفيس يا اما ايه؟ يا اما كيرف. لو كان فلات سيرفيس بيبقى نورمال على الفلات سيرفيس اهو. ادي الان لو دي كانت ثيتا تبقى دي ثيتا. لكن لو كيرف بعمل ايه؟ بروح للسنتر اوف كيرفيتشر او اخرج منه. ده صح وده صح. على حسب ايه؟ على حسب الكيرفيتشر موجود فين؟ لو كان تحت او فوق. طب هنا لما اجي ارسم النورمال رياكشن هوديه للسنتر اوف كيرفيتشر اهو. ادي الان اللي انت طالبه. يبقى انا كده رسمت الفري بادي دايجرام. هرسم الكينيماتيك بادي دايجرام. قال لي ان الكينيماتيك بادي دايجرام نوت اهي كمان كينيماتيك بادي دايجرام ان كيرف ايه بقى يو شود ات فيرست سيلكت كوردينيتس. قبل ما ترسم الكينيماتيك بادي دايجرام في حاله الكيرف لازم تعمل ايه؟ تختار coordinates. هنا في المسألة ديت هو ما اختارش coordinates. ما اختارش. بس انت يا دكتور الليكتشر اللي فاتت قلت لنا ان لو كان ماشي في كيرف يبقى اشتغل تي كاب وان كاب. طيب هرسم التي كاب والان كاب ازاي؟ احنا قلنا ده بس تعالوا نعيده تاني. قلنا ان احنا بنرسم ال N cap at the particle toward the center of curvature. The center of curvature. ايه الكلام ده؟ دلوقتي ال O دي هي ال center of curvature. طب وفين البارتكل؟ اهو ادي البارتكل. انا بقول لك بقى لما بنرسم ال N كاب بيترسم من البارتكل رايح للسنتر اوف كيرفيتشر اهو ادي ال N كاب. طب وبنرسم ازاي التي كاب؟ بنرسم التي كاب نورمال على ال N كاب at the sense of motion. At the sense of motion. يعني أنا لما أرسم الـ N cap هرسمه بالمنظر ده. أهو رسمته نورمال للـ N cap بس إيه؟ البادي نازل يبقى ده برضو كمان إيه؟ يبقى نازل زيه. وأجنقل الأكسيس ديت على الفري بادي دايجرام. أهو أدي الـ N cap وأدي الـ إيه؟ الـ T cap. هلاقي مين اللي مايل؟ هلاقي الويت بس اللي مايل، مايل بانجل ثيتا. اهي الثيتا اللي فوق ديت تيجي نفسها الثيتا اللي تحت. كده انا رسمت الفري بادي دايجرام ورسمت الكينيماتيك بادي دايجرام. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ قال لي الخطوه اللي بعد كده تابلاي ذا رولز. الرولز بتقول ايه؟ سيجما اف ان ايكوال الام في الاي ان. ادي البوزيتيف بتاع ال N كاب. طب مين الفورس اللي في ال N؟ قال لي ال N اللي هي النورمال رياكشن. بعد كده ماينس كومبوننت الويت 60 جي ساين ثيتا ايكوال الماس في الفلوستي سكوارد على الرو. بكام بقى الرو؟
الرو على الرسمه بفور، يبقى هنا ديفايدد باي فور. دي كده ايكويشن رقم واحد مجهول فيها مين؟ قال مجهول فيها الان ومجهول فيها الفي، والسيتا هحطها ب 60 لان هو طالب الرياكشن عند 60، يبقى السيتا ما تعتبرش ايه؟ النون. طيب ايه الرول اللي بعده؟ قال الرول اللي بعده سيجما اف تي، سيجما اف تي ايكوال الام في الاي تي، وادي البوزيتيف بتاع التي كاب. طب مين الفورسز اللي على التي كاب؟ قال لي 60 جي وساين سيتا ايكوال 60 مضروبه في الاي تي. طبعا واضح ان ال 60 ديت هتطير مع ال 60 دي، يطلع بان الاي تي بتساوي 9.81 كوساين سيتا. ادي الايكويشن رقم 2، ادي الايكويشن رقم 2. خلصت الفورس اكسلريشن والمساله ما اتحلتش، قلنا في الحاله ديت نروح للموشن. الطالب العبقري هيظهر دلوقتي، حتى القلم ما كتبش اول ما قلت الطالب العبقري. بسم الله الرحمن الرحيم. طالب العبقري، هنقفل البرنامج تاني مش كل شويه. حول الله يا رب، معلش هنقفله تاني يا شباب. هو اكيد الموضوع ده ليه حل يعني، بس انا مش عارفه حياتي. تعالوا نمسك الايه؟ الطالب العبقري. الطالب العبقري هيقول لي ايه؟ هيقول لي حط السيتا بتساوي 60 درجة في ايكويشن رقم 2، تبقى الاي تي بتساوي كام؟ 9.81 كوزاين 60، يعني تقريبا 4.9. قال لي يبقى الفي سكوارد ايكوال في نود سكوارد انا مش عارف ليه بقى يهنج كتير كده، دي مشكله ضخمه. اهي في نود سكوارد بلس 2 اي تي في اس، قلت له تمام. قال لي يبقى الفي ايكوال 0 لان الفي نود بزيرو، بلس 2 في الاي تي اللي هي 4.9 في الاس. قال لي الاس دي بقى هي المسافه على القوس ده، ادي الاس يا سيدي. قال لي انت عندك الريدياس بفور والسيتا ب 60، يبقى 4 في 60 4 مضروبه في ايه؟ في 60 ديجري. قال لي بقى ال 60 ديجري دي هحولها لك، هضربها في باي على 180، وكل ده تحت الروت. بعد ما جبت الفي عوض في ايكويشن 1، جيب لنا الان. السؤال ليكم، ليه الراجل ده عبقري؟ حد عارف؟ علشان الاكسلريشن مش كونستنت، ما ينفعش نغير الكلام ده. بالظبط كده، يبقى انت شكلك طالب مش عبقري. ايوه كده، يبقى فعلا الحل ده غلط لان الاكسلريشن مش ايه؟ مش كونستنت. طب ايه اللي خلى الاكسلريشن مش كونستنت؟ قال لي لان مع كل ثيتا الاي تي الفاليو بتاعتها بتتغير. طب ما هنعمل ايه؟ قال لي تعال، احنا قلنا ان الاي تي بتساوي 9.81 كوساين سيتا. قال لي تمام. قال لي انت عندك احتمالين، يا اما ان الاي تي دي تبقى دي في باي دي تي لو انت محتاج تايم او جيفن تايم، يا اما في دي في باي دي اس. هو ده الفاريبل اللي انا اعرفه. طبعا واضح ان مفيش تايم في المساله خالص، دي كلها لوكيشن، يبقى انا هشيل الاي تي واحطها في دي في باي دي اس، هتساوي 9.81 كوساين سيتا.
من اللحظه دي الناس بتوع الكالكولس بقى والديريفاتيف والانتجريشن هيشتغلوا، هيقول لي يبقى في دي في بتساوي 9.81 كوزاين ثيتا دي اس. طبعا لازم يجيب ريليشن ما بين الثيتا والاس. قال لي ما انا لسه كنت جايبها، الطالب العبقري قال لي ان الاس بتساوي 4 في ثيتا، يعني معنى كده ان الدي اس بتساوي 4 دي ثيتا. فكتب الايكويشن تاني، يبقى الفي دي في هتساوي 9.81 كوزاين ثيتا مضروبه في 4 دي ثيتا. ومن هنا بدا يعمل ايه؟ بدا يعمل الانتجريشن بتاعه. لما كانت الثيتا بزيرو كان ستارت فروم ليست، هنا بقى اي في لاي ايه؟ لاي ثيتا؟ لا مش لاي ثيتا بقى، احنا عايزينها عند ثيتا ب 60، يبقى احط ديت ايه؟ ب 60. هجيب من هنا الفي متر بير سكند. جبت الفي، روح جاري على ايكويشن 1، جيب النورمال رياكشن بتاعك. واحد تاني قال لي يا دكتور معلش انا 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 شايف من المساله ديت انها ما تتحلش تي وان. قلت له ما تتحل ايه؟ قال لي تتحل ار وثيتا. الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده صح، بس انت لما تحلها ار وثيتا لازم تفكر بالشكل ده. يبقى تعال نشوف لو الحل باستخدام الار كاب والثيتا كاب هيبقى التفكير ازاي. قال لي خلي بالك، النوتس كتيره قوي النهارده، بنختار fixed point as origin. يبقى انت اول حاجه بتعملها بتعمل ايه؟ بتشوف fixed point تختارها كانها origin. تعالوا نرسم تاني اهو، ادي الاو وادي البارتيكل ات اني سيت. مره كمان اهو، ادي البارتيكل وادي نقطه او وادي الثيتا. لما جينا رسمنا الفري بادي دايجرام كان في هنا الويت كان 60 جي، كان في هنا النورمال رياكشن ان. طيب انت بتقول لي اختار فيكسد بوينت از اوريجين، واضح جدا 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 ان الاو هي الفيكسد بوينت، يبقى دي كده هي الاوريجين وادي البارتكل. طب اعمل ايه تاني؟ قال لي الخطوه الثانيه بقى ترسم من الاوريجين اللي انت اخترته تو ذا بارتكل لاين اوف لينث ار. يبقى انت من نقطه او هترسم لحد البارتكل خط، الخط ده طوله ايه؟ طوله ار، ار سمول، اكستندد ات از ار كاب. يبقى انا بعد ما امشي انا هنا كنت عند الاو، خلي بالكم، رحت للبارتكل بلينس ار، كملت لبره وسميته ايه بقى؟ سميته ار كاب. الخطوه الثالثه بنرسم الثيتا كاب نورمال للار كاب at the sense of increasing theta، مش حركة البادي، increasing theta. طب الثيتا بتاعتنا ما بين two lines، line reference اللي هو الهوريزونتال ولاين ايه بيتحرك. السؤال الموفينج لاين ده لما يتحرك عشان يزود الثيتا يتحرك لتحت ولا لفوق، او كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ هلاقيه انتي كلوك وايز. يبقى معنى كده ان الثيتا كاب تترسم نورمال على الار كاب في اتجاه دوران عكس عقارب الساعه. يبقى انا كده رسمت الار كاب والثيتا كاب، هنقلهم على الفري بادي دايجرام اهو، ادي الار كاب وادي الايه وادي الثيتا كاب، والثيتا اللي فوق دي تيجي مكانها هنا. يبقى انا رسمت الكوردينتس ار كاب وثيتا كاب. يتفضل بعد كده ان انا اطبق الرولز. الرول الاولاني سيجما اف ار ايكوال الام في الاي ار، طبعا احنا واخدين الار البوزيتيف بتاعه لتحت اهو،
مين الفورس اللي في اتجاه الار؟ قال لي 60 جي ساين سيتا ماينس الويت سوري ماينس الان ايكوال الماس مضروبه في قانون الاي ار اللي انا حافظه اللي هو ار دبل دوت ناقص ار سيتا دوت سكويرد. ده كده الرول في اتجاه مين؟ الار كاب نسميها ايكويشن 1. بعد كده سيجما اف سيتا ايكوال الام في الاي سيتا الباص بتاع السيتا اهو. مين الفورس اللي على السيتا؟ قال لي 60 جي كوساين سيتا ايكوال الماس مضروبه في الار سيتا دبل دوت زائد 2 ار دوت سيتا دوت. ده كده الايكويشن رقم 2 في المساله. طب انت عايز ايه؟ قال انا عايز الان. طب انت عشان تعرف الان محتاج تعرف السيتا السيتا ب 60 ومحتاج تعرف الار الار ب 4 من الجيومتري ومحتاج تعرف السيتا دوت والار دبل دوت. معاك ايه؟ لو بصيت على الجيومتري بتاعت الرسمه هلاقي ان انا من الموشن معايا الار بتساوي 4 متر وما بتتغيرش كونستانت، وطالما كونستانت يبقى الار دوت ايكوال زيرو والار دبل دوت ايكوال زيرو. ده يخلينا نشطب على الترم ده ونشطب كمان على مين؟ على الترم ده. طب ما انا هنا محتاج اعرف السيتا دوت، لو عرفت السيتا دوت هعوض اجيب الان. طب دي اجيبها منين؟ لو بصينا في ايكويشن 2 هنلاقي طبعا ال 60 ديت طارت مع ال 60 اللي هنا، اللي على الشمال طارت مع اللي على اليمين. فطلع لي ايه بقى؟ طلع لي ان الجي اللي هي 9.81 والزاين سيتا بتساوي الار اللي هي 4 في سيتا دبل دوت. السيتا دبل دوت ممكن احطها ايه؟ يبقى 9.81 كوساين سيتا هتساوي 4، السيتا دبل دوت احطها ايه بقى؟ سيتا دوت في دي سيتا دوت باي دي سيتا. يبقى زي ما بحط الاي في دي في باي دي اس ممكن احط السيتا دبل دوت ايه؟ سيتا دوت دي سيتا دوت باي دي سيتا. يعني انا معنى كده نوت اهي ان الـ AT ممكن تبقى V DV by DS او DV by DT. طب والسيتا دبل دوت؟ قال لي ممكن تبقى سيتا دوت دي سيتا دوت باي دي سيتا او دي سيتا دوت باي دي تي. طب والار دبل دوت؟ قال لي ممكن تبقى ار دوت دي ار دوت باي دي ار او ممكن تبقى دي ار دوت باي ايه؟ باي دي تي، نفس الوزن. من هنا هعمل سيبريشن للفاريبل، فيبقى 9.81 كوساين سيتا دي سيتا بيساوي 4 سيتا دوت دي سيتا دوت. هعمل انتجريشن في البدايه كان البادي واقف. طب لما كانت الانجل ب 60 كانت السيتا دوت بكام؟ يبقى واضح ان انا من هنا هقدر اطلع مين؟ هقدر اطلع السيتا دوت راديال بير سكند. بس يبقى ايكويشن رقم واحد طلعت لك المساله بقى 60 في 9.81 في ساين الانجل اللي هي ب 60 ماينس الان ايكوال 60 في 0 ماينس 4 سيتا دوت سكوير. طبعا السيتا دوت دي اللي هنحطها هنا نجيب قيمه مين؟ نجيب قيمه الان. بكده يبقى انا خلصت المساله ديت بكل النوتس اللي انا محتاجكم تعرفوها. كل نوتس اهي، ادي النوت رقم واحد، ادي النوت رقم اتنين نورمال رياكشن الكينماتيك بادي دايجرام لما يترسم في كيرف لازم تختار الكوردينتس الاول. لو رسمت الكوردينتس ان كاب وتي كاب ترسمهم كده، ولو انت رسمت الار كاب والسيتا كاب ترسمهم بالمنظر ده، واخر نوت الدرافتيف بتاع الاي تي والسيتا دبل دوت والار دبل دوت. هل في اي سؤال لحد دلوقتي في المسألة ديت او في اي نوت انا قلتها؟
هو دكتور لو سمحت، هو التي بترسم في اتجاه زيادة السرعة صح؟ التي كاب اه يعني ايه؟ في اتجاه زيادة السرعة، في اتجاه يعني هو السرعة وخلاص. يعني تحت، يعني هو نزل يعني لتحت وسيبه تحت. مكان ما احنا ماشيين، يعني انا راكب عربية، العربية ماشية يمين يبقى التي كاب يمين، ماشية شمال تبقى التي كاب شمال، التي كاب لازقة في الفي. ما هو خلي بالك، اصل كلمتك دي ما هو ممكن تكون الفي لقدام بس بتقل، ويقوم واحد راسم التي كاب لورا. لا، هي التي كاب مع الفي، بتقل بقى بتزيد او ثابته ما تفرقش انا معايا حاجه. تمام تمام ماشي، شكرا دكتور. قول اتفضل. سيدة تاني، الايه؟ آخر حتة تاني، معلش قول انت بقى تاني عشان النت كان ضعيف عندك. قول تاني. آخر حتة، اخر حته. اخر حته دي اللي هي انهي؟ اللي هي بتاعت الانتجريشن، ولا اخر حته بتاعت رسم الكوردينتس ار كاب وثيتا كاب؟ انتجريشن. انتجريشن ده سهل خالص. يعني بص كده، احنا عندنا من الايكويشن رقم 2 كان عندنا ايه؟ 9.81 كوزاين ثيتا ايكوال 4 ثيتا دبل دوت. انا بقول لك بقى ان الثيتا دبل دوت ديت عندها احتمال من الاثنين، يا اما انها تبقى دريفتيف بالنسبه للتايم، يا اما تبقى دريفتيف بالنسبه للثيتا. فاحنا هنا ما عندناش تايم، فتبقى دريفتيف بالنسبه للثيتا. فشلت الثيتا دبل دوت وحطيتها ايه بقى؟ حطيتها ثيتا دوت دي ثيتا دوت باي دي ثيتا، اهي اللي انا بروزتها لك دلوقتي دي. من هنا بقى ده شغل كالكلس، جبت الدي ثيتا الناحيه دي مع الكوزاين، والثيتا دوت دي ثيتا دوت جبتها هنا. اللي على الشمال هيبقى 9.81 ساين ثيتا، وهعوض مره بزيرو ومره ب 60. طب والثيتا دوت دي ثيتا دوت هتبقى ايه؟ ديت هتبقى 4 في ثيتا دوت سكويرد على الاثنين، وهسبستيتيوت مره بزيرو ومره بمين؟ بالثيتا دوت. هقدر اطلع الثيتا دوت بتاعتي. وصلت؟ زي كأن كده في دي في، فهتدينا ايه؟ يعني الفي دي في دي هنا هتدينا ايه؟ هتدينا في سكويرد على اثنين، وهعوض مره بزيرو ومره بفي. وصلت؟ تمام. في اسئله تانية يا شباب؟ دكتور لو سمحت، في نفس البوينت دي انا مش كنت ممكن احط الثيتا في الكوزاين 60، فالثيتا دبل دوت تطلع برقم كونستنت، وبعد كده اعمل انتجريشن وفك الثيتا دبل دوت بقى بثيتا دوت في دي ثيتا دوت على دي ثيتا؟ انت الطالب العبقري ولا ايه؟ ما هو ده مش ينفع الطالب كده؟ العبقري. لا انا طبعا اشتغلت جنرال يعني. لا، هل ينفع؟ ما انت بص، انت كنت شغال جنرال الاول، جيت حطيت الثيتا بكام؟ ب 60. هل ينفع؟ بص كده، ابعد عن الماده دي خالص وتعلم معايا للكالكولس كده. هل ينفع نقول ان الواي بتساوي 5 اكس سكويرد ماينس 3 اكس بلس 2، وانا مثلا عايز اجيب الواي داش، عايز اجيب مين؟ الواي داش. هل ينفع اقول هنحط الاكس الاول ب 3، نجيب منها الواي، بعد كده نجيب الواي داش؟ لا لا طبعا. ليه؟ لان انت اخدت انستنت من الايكويشن وبدات تعمل لها ديريفيتيف وانتجريشن. الكلام ده مش صح. احنا بنجيب التانجنت في الجنرال، بعد كده بنعوض بالانستنت بتاعتنا. هنا نفس الكلام، المساله بتاعتنا نفس الكلام. انت عندك ايه؟ عندك ان الفور سيتا دبل دوت بتساوي 9.81 كوزاين سيتا، اهي السيتا دبل دوت اعتبرها الواي، والكوزاين سيتا اعتبرها الاكس. هل ينفع بقى اشيل السيتا واحطها ب 60، بعد كده اعمل انتجريشن وديريفيتيف؟ لا طبعا. يبقى انا كده ايه؟ اخدت حته من الكونستانت، حته من الانستانت، على حته من الايكويشن، وعملت ميكس مش صح خالص. وصلت؟ اه تمام يا دكتور. تمام. طيب دكتور معلش، هو انا مش فاهم الجزئيه اللي هي بتاعت ازاي الثيتا دبل دوت ايكوالز ثيتا دوت دي ثيتا دوت باي دي ثيتا. لا دي ترجع لبتوع الكالكلس. ازاي مش فاهمها يعني؟ يعني ازاي مش فاهمها؟ اذا احنا اخدناها في لينير موشن. اللينير موشن لما كنا بناخد القوانين بتاعت الفاريبل اكسلريشن، وضحنا بالظبط ازاي الدي في باي دي تي بقى في دي في باي دي اس، لما قلنا ان احنا هنضرب في دي تي. اس اي، ما هي نفس الكلام، هتضرب في دي سيتا وتقسم على دي سيتا. تمام اوكي. انا شكرا. يعني بص، هي نفس الوزن، يعني زي ما وصلنا للفي دي في
سوري زي ما وصلنا للدي في باي دي تي ايكوال في دي في باي دي اس، نقدر نوصل للدي سيتا دوت باي دي تي ايكوال سيتا دوت دي سيتا دوت باي دي تي. بص كده، لو مسكت الدي سيتا دوت باي دي تي ديت وضربتها في دي سيتا وقسمت على دي سيتا اهي، بص كده تبقى لك، وايه وهمسحها تاني عشان كتابه الليكشر ما تبص. اهي ديت هضرب في ايه، في دي سيتا واقسم على دي سيتا، واعمل ايه بقى، اقول دي سيتا دوت دي سيتا، وهنا دي سيتا باي دي تي، انا بدلت بس، بدلت دي مكان دي. شايف ديت هي مين؟ هي السيتا دوت، فبقت سيتا دوت دي سيتا دوت باي دي سيتا. وصلت؟ شكرا. تمام، في اسئله تانية يا شباب؟ طيب يلا بينا نروح للمساله اللي بعدها ونشوف ايه النوتس اللي ممكن نقولها جواها. تعالوا نعمل زوم اهو. بيقول لي هنا سموز 0.5 كيلوغرام دبل كولر. دبل كولر دوت محتاجه مننا نعمل زوم اكبر اهو. ادي الدبل كولر، هتلاقوا ان في كولر موجود على رد اللي انا عملته، الكولر اللي انا عملته بالاحمر ده، وفي تحتيه كولر تاني على الكيرفد جايد اهو، اللي انا دلوقتي برسمه بالايه، برسمه بالازرق. يبقى انا عندي كولر تحت وكولر فوق. الكولر اللي تحت مرتبط بالفيكسد سيركلر جايد، كيرفد سيركلر جايد، واللي بالاحمر دوت اهو رسمته بالاحمر زيه ده، ايه بقى ده؟ موفينج فلات جايد. طبعا عشان يربط التو كولرز ببعض، حط ما بينهم ايه، المسمار اللي انا رسمته بالاسود دلوقتي. فده كده ايه، ده كده الدبل كولر اللي بيتكلم عليه. طيب نرجع تاني. سموز يعني ايه سموز؟ يعني نو فريكشن. بكلمة سموز دي معناها نو فريكشن، ارسم نورمال رياكشن بس. 0.5 ده الماس، دبل كولر يبقى هو مديني الماس بتساوي 0.5 كيلوغرام، وقال لي ان هو ايه سموز. كان فريل سلايد اون ذا ارم اي بي اند ذا سيركلر جايد رود. طبعا اتفقنا ان كلمه سيركلر جايد معناها ايه، ان الريديوس ثابت اهو ب 0.4، يبقى بيتزحلق على مكانين، الموفينج ارم اي بي والفيكسد سيركلر جايد اللي هو بريديوس 0.4. طبعا بيبقى الكولرز مرتبطه بالفيكسد، يعني هي هتبقى ماشيه في سيركل بس ايه اللي بيمشيها هو الفلات ارم اي بي. طيب if the arm rotates with constant angular velocity of theta dot equal 3 radial per second، يبقى ادانا هنا، تعالوا كده نعمل زوم تاني. ادي السيتا اهي، فاكرين بنقراها ازاي؟ اهي ادي الانجل سيتا ما بين ايه وايه؟ ما بين فيكسد لاين، ده كده فيكسد لاين اللي احنا بنسميه ايه؟ ريفرنس لاين، اوعوا تنسوا الكلام ده. وفي لاين تاني ده كده ايه؟ موفينج لاين. يبقى الانترسكشن بتاع التو لاينز دول هو الاوريجين. يعني لو رسمت ار كاب وسيتا كاب، يبقى الاوريجين بتاعهم هو مين؟ هو الانترسكشن بتاع التو لاينز، الريفرنس لاين والموفينج لاين. مدينا على الرسمه سهم بالمنظر ده. طبعا السهم ده بيحدد لنا اتجاه مين؟ السيتا دوت. وقال لنا ان السيتا دوت بتساوي 3 راديال بير سكند. طيب نرجع تاني، يبقى كده عندي السيتا دوت بتساوي 3 راديال بير سكند، واتجاهها ايه بقى؟ كاونتر كلوك وايز، لا اقول بلس ولا اقول ماينس. وقال لي ايه كمان؟ قال لي خلي بالك
دي السيتا دوت ديت كونستانت. طبعا كلمه كونستانت ديت تقلبها ايكويشن فممكن اعمل لها درافيتيف تدينا السيتا دبل دوت بكام؟ بزيرو. ديتيرمين عايز يعرف الفورس ذا ارم اكزيرتس اون ذا كولر. الارم ده اسمه ارم اي بي، يبقى هو عايز الان بتاعه الارم اي بي بكام لما كانت السيتا بتساوي 45 ديجري. وقال لي نوت في منتهى الخطورة، قال لي خلي بالك الموشن in horizontal plane. القصة دي ايه؟ قصة horizontal plane دي، عشان نشرح قصة horizontal plane تعالوا نرسم مع بعض تيبل. اي ادي التيبل وادي الرجول بتاعتها. اي التيبل ديت هي مثال للهوريزونتال بلين، بالعربي مستوى افقي يعني. وتعالوا نحط على الهوريزونتال بلين ديت سيركل. طبعا انا هرسمها اليبس عشان ايه؟ عشان انا 3D. اهو ايه الفورس اللي بتاثر على الحلقه ديت؟ وزنها والرياكشن بتاع مين؟ بتاع الترابيزه. طب انت عشان تشوف السيركل دي سيركل هتبص منين؟ قال لي هبص توب فيو. طب انت لما تبص توب فيو على السيركل هل هتشوف الويت؟ قال لي لا مش هشوف الويت، هشوف البوينت مش هيظهر. يبقى معنى كده ان انت لما تكون في الهوريزونتال بلين دونت درو مين بقى؟ الويت في الفري بادي دايجرام لانه مش ظاهر. طب لو كانت نفس الحلقه ديت بس موجوده على الفيرتيكال بلين، شايفين الورقه دي كده ايه؟ فيرتيكال بلين، ادي الحلقه اهي. فلما اجي ارسم الفورس اللي بتاثر عليها الاقي الويت برضو هي الويت اهو. لما انت هتبص على السيركل عشان تبقى سيركل هتبص منين؟ قال لي هبص من هنا. بدي كده البوينت اوف فيو. هتشوف بقى في الحاله ديت ايه؟ هتشوف الويت، ويت صريح البوينت اوف فيو. يبقى انا كده هشوف الايه؟ الويت بتاعي. يبقى معنى كده ان الويت موجود سواء هوريزونتال بلين او فيرتيكال بلين، الويت موجود. لكن لما تكون في الهوريزونتال بلين زاوية الرؤية بتاعتك مش هتبين الويت، لكن في الفيرتيكال بلين زاوية الرؤية بتاعتك هتبين ايه؟ هتبين الويت. دي اهم ملحوظة للمسألة دي. طب تعالوا نكمل. احنا قلنا بعد ترجمة المسألة هنرسم فري بادي دايجرام وهنرسم كينيماتيك بادي دايجرام. تعالوا نرسم اللي احنا قلنا عليه ده اهو. هنرسم سيركل للفري بادي دايجرام وسيركل تانية للكينيماتيك بادي دايجرام. بس لما نيجي نرسم مش هنرسم ات سيتا ايكوال 45. ليه؟ لان هنا في درافتيف وانتجريشن. لما يكون في درافتيف وانتجريشن اتفقنا في المسألة اللي قبلها نعمل ايه؟ نرسم الفري بادي دايجرام ات اني سيتا. فحضرتك ما تجيش عند سيتا ب 45 اللي هو طالبها، امال اعمل ايه؟ يا اما انجل قبلها يا اما انجل بعدها. يعني بصوا كده ادي الاوريجن بتاع السيركل او، وادي نقطه A اهو. الاوريجن بتاعه السيركل او وادي نقطه A. ما تجيش بقى حضرتك ترسم هنا عند 45 بالظبط، ارسم ات اني سيت. يبقى اما قبل الشرطه اللي انا عملتها دلوقتي اما بعدها. تعالوا بعدها مش هتفرق خالص اهو. هنحط نقطه سي هنا ات جنرال بوزيشن اهو. وصلت السي بالاي ووصلت السي بالسنتر او. فين البارتكل بتاعك؟ البارتكل بتاعي هو نقطه سي. يلا نرسم الفري بادي دايجرام. انا بس حاسس ان السيركل مرسومه فوق شويه فتعالوا ايه
تعالوا نشدها لتحت شوي اهو عشان تبقى الرسمة في الايه في الوزع. لو جيت رسمت الفري بادي دايجرام هحط الويت اللي هو 0.5 جي. وايه كمان؟ قال لي وعندي سطحين، عندي فلات سيرفيس وعندي كيرفت سيرفيس، كل واحد منهم وليه الرياكشن بتاعه. بالنسبة للفلات سيرفيس اي بي ده كده فلات، ها يا رب حد يصلح لي الغلطة اللي انا عملتها دلوقتي. طب سمحت يا دكتور، هو الوزن مش مفروض ما يعملش كده؟ الله عليك. طب والله في ناس صح يا هي، انا راسمها وعمال اشرح قلت ناس هتوقف. برافو عليك، طبعا الراجل زميلنا بيتكلم صح. انت من الصبح عمال تشرح لنا ان الويت مش هيظهر، ومع ذلك لما بدات تحل رسمته. يبقى رسم الويت في الفري بادي دايجرام ده ايه؟ غلط. ادينا هو رسمته وشطبت عليه عشان تفتكروا ان هو ايه، ما ينفعش يترسم طالما قال لي هوريزونتال بلين. برافو عليك يا باشمهندس. طب تعال نرسم الرياكشن بقى. اول حاجه رياكشن الفلات سيرفيس، فلات سيرفيس بيبقى الرياكشن نورمال على الفلات ده اهو، طبعا لفوق او لتحت مش دي قضيتي. بص رسمته ازاي اهو 90 مع الفلات سيرفيس. تعالوا نسميه سوا ان ارم، اي اسم يعني، بس بنسميه اسم ايه نفهم منه حاجه. طب وفي مين تاني؟ قال لي في الكيرفد سيرفيس ده كده كيرفد سيرفيس. قلنا في الكيرفد سيرفيس برسم الرياكشن مرتبط بالسنتر اوف كيرفيتشر بتاع الكيرف ده. فالسنتر اوف كيرفيتشر بتاع الكيرف دوت هو نقطه مين؟ هو نقطه او. اقوم جاي من عند نقطه او وراسم لاين الرياكشن اهو، ادي لاين الايه، لاين الرياكشن. يبقى ده كده الان بتاعت الكيرف. طبعا ممكن ارسمه لبره او لجوه مش فارقه معايا حاجه، لان دوت ايه ساند يمين ساند فوق بره وايه وجوه. طيب رسمت الان ارب ورسمت الان كيرف، اعمل ايه بعد كده؟ قال لي خلاص انت رسمت الفري بادي دايجرام، يتفضل ان انت تختار الكوردينتس. لا انا في المساله دي مش هختار. طب ليه مش هتختار؟ قال لي لان هو مختار لي. مختار لك ايه طيب؟ قال لي مختار لي الار والسيتا. طب ومختار لك اوريجين؟ مختار نقطه ايه الاوريجين؟ لان هي نقطه الانترسيكشن بتاعت ايه؟ الريفرنس لاين والموفينج لاين. الموفينج لاين، الموفينج لاين ده هو اللي بيرسم لك الار والار كاب اهو. ادي الار من الاي للسي، ومده بره السي يبقى ايه الار كاب. طب السيتا كاب؟ قال لي السيتا كاب بتبقى نورمال على الار كاب اهو، هنا اللون الاخضر، واللون الاخضر شكله اختفى من عندي. لا ده مهم، تعالوا نجيب الايه اللون الاخضر تاني اهو. ايوه اهو. لو سمحت يا دكتور ممكن شرح للان ارم والان كيرف تاني، يعني اتجاهاتهم. حاضر عيني، استنى بس اخلص. حاضر عيني، ادي الايه، ادي اللون الاخضر احنا بندور عليه. هرسم السيتا كاب نورمال على الار كاب، بس لفوق ولا لتحت؟ طبعا لفوق. ليه؟ لان السيتا لو زادت هتزيد كاونتر كلوك وايز. يبقى انا كده رسمت الار كاب والسيتا كاب، تعالوا ننقلهم على الرسمه بتاعه الفري بادي دايجرام. يبقى ادي الار كاب مع الفلات سيرفيس اهي، وادي الان كاب مع الان ار، الان كاب مع الان ار. الخطوه اللي بعد كده هبدا اطبق الرولز. ايه الرولز بتاعتك؟ الرولز بتاعتي هي سيجما اف ار وسيجما اف سيتا. يلا بينا. سيجما اف ار ايكوال الام في الاي ار. طب الجيومتري بتاعتك فيها مشكله؟ لا فيها مشكله ولا حاجه. تعال نشوف الانجل سيتا اللي هنا، ان الجيومتري هي نفسها الانجل سيتا اللي هنا. ليه؟ لان ده 4 وده 4. طب ما تيجي ننقلها على رسمه الفري بادي دايجرام. يبقى دي سيتا ودي برضو ايه نفس السيتا، يعني دي سيتا اهي. تالي كده الريزوليوشن بقى سهل.
يعني انت لو بتتكلم على الار كاب هتبقى ان كيرف كوساين سيتا ايكوال الماس، الماس هنا ب 0.5 في الار دبل دوت ناقص ار سيتا دوت سكويرد. ادي ايكويشن رقم واحد. نيجي للايكويشن اللي بعدها، سيجما اف سيتا ايكوال الام في الاي سيتا. مين الفورس اللي على سيتا؟ طبعا احنا واخدين الار كاب بالمنظر ده والسيتا كاب بالمنظر ده، انا كتبتها ان كاب، لا هي سيتا طبعا، ايه هنا سيتا كاب. ايه الفورس اللي في اتجاه سيتا كاب؟ الان ارم بالبوزيتيف، وكومبوننت الكيرف الان كيرف برضو بالبوزيتيف، اهي ساين ايه؟ ساين سيتا ايكوال الماس في ايه بقى؟ ار سيتا دبل دوت زائد 2 ار دوت سيتا دوت. ادي ايكويشن رقم 2. هتروح للموشن، تعرف ايه عن الموشن؟ قال لي اعرف ان السيتا في اللحظه اللي طالبها كانت ب 45 درجه، واعرف ان السيتا دوت جيفن ببلس 3. طب ليه قلت بلس مش ماينس؟ لان السيتا كاب مرسومه في اتجاه السيتا دوت، مرسومه في اتجاه السيتا كاب، يعني السيتا كاب كاونتر كلوك وايز والسيتا دوت برضو كاونتر كلوك وايز، فبقت ايه؟ بالبوزيتيف. وقال لي انها كونستانت، بالتالي السيتا دبل دوت هتبقى بزيرو. يبقى واضح ان بلد السيتا بالكامل اتجابت. يتفضل بلد مين؟ قال لي بلد الار والار دوت والار دبل دوت. طب ودول هفكر فيهم ازاي؟ قال لي ان انت عندك طريقتين، يا اما الار تكون جيفن فانكشن في التايم، او انها تكون كونستانت. في الحاله ديت بتروح تعمل ديريفاتيف بالنسبه للتايم مره، اهو ديريفاتيف بالنسبه للتايم، تجيب الار دوت، وتعمل ديريفاتيف مره كمان تجيب مين؟ الار دبل دوت. ده طريق. الطريق الثاني من التفكير ان يكون given ال r function في السيتا، ايه given r function في السيتا، وفي الحالة دي برضو هتعمل ايه؟ derivative بالنسبة للتايم مرة، وderivative بالنسبة للتايم مرة تاني. يا اما طبعا لا ده ولا ده موجود عندنا في المسألة، يا اما from geometry get الار فانكشن في السيتا. خلي بالكم ان انا حاطط الكلام بترتيب تفكيري، يعني اول حاجه بدور على ايه؟ الار فانكشن في التايم، او ان الار تكون كونستانت. طبعا واضح ان الار هنا مش كونستانت. واحد يقول لي لا يا دكتور دي كونستانت ب 4، لا 4 دي هي ريديوس الكيرف، لكن ار هي بعد اوريجين الكوردينتس عن مكان البارتكل اللي هو مكتوب بالاخضر ده. فانا هنا في المساله دي لا لقيت الار فانكشن في التايم ولا الار كان الكونستنت، فالتفكير الاولاني ايه؟ ما نفعش للمساله دي. قمت رايح للتفكير الثاني. ايه هو التفكير الثاني؟ ادور في كلام المساله يكون مدينا الار فانكشن في السيتا، يعني مثلا الار بتساوي 4 سيتا، الار بتساوي كذا ساين سيتا، اي حاجه من الحاجات دي. مفيش. اخر حاجه ان انا ادور على الجيومتري بتاعتي واطلع منها الار فانكشن في السيتا. بس خلي بالك ان الجيومتري دي بتطلع لك حاجه من اتنين، الجيومتري بتطلع لنا حاجه من اتنين، يا اما انها تطلع لنا مثلث رايت انجل، يا اما انها تطلع لنا مثلث مش رايت انجل. يبقى الجيومتري ديت حاجه من الاتنين، يا اما تطلع لنا مثلث رايت انجل في الار وفي السيتا. في الحاله ديت هتفتكر قوانين ايه بقى؟ الساين سيتا والكوزاين سيتا
والتان سيتا، اي حاجه منهم تعجبك. لو كان المثلث اللي تكون ايه؟ مثلث رايت انجل. لكن لو كان المثلث اللي تكون مش رايت انجل بالمنظر ده، في الحاله ديت هتفكر في الكوزاين رول او الساين رول. يا اما تفكر في الكوزاين رول يا اما تفكر في الايه؟ في الساين رول. الكلام ده محتاج مننا نعمل صفحه زياده. يلا بينا نرجع تاني. تعالوا نشوف احنا المثلث اللي هيتكون مثلث رايت انجل ولا مثلث نوت رايت انجل. تعالوا نرسمها تاني اهو. دكتور لحظه، مفيش اسئله دلوقتي اهو. ادي نقطه A وادي نقطه O اللي هي سنتر اوف كيرفيتشر، وادي البارتكل بتاعي اللي هو C، وادي الار، وهنا 4 وهنا 4، ودي الانجل سيتا. واضح ان المثلث اللي اتكون مش مثلث رايت انجل. طبعا لو انت اخدت الانجل ب 45 هيبقى رايت انجل، بس دي سبيشال كيس. هنتكلم على ايه؟ الجنرال بوزيشن. المثلث بيبقى رايت انجل ولا مش رايت انجل؟ لا، في الجنرال بوزيشن مش رايت انجل. طبعا من الجيومتري واضح ان المثلث ده الكولاتر 4 و4 يديني السيتا ديت، هي نفسها السيتا اللي عند السي. يدينا الانجل اللي هنا ب 180 ماينس 2 سيتا. طب ما تيجي نطبق الساين رول. انا قلت لك يا اما الساين يا اما الكوزاين، انا اخترت الساين رول. هقول ايه؟ هقول ان الار مقسوم على الانجل اللي قدامه، يبقى ساين 180 ماينس 2 سيتا ايكوال 4 على ساين الانجل اللي قدامها اللي هي ساين سيتا. بتوع الكالكلس هيقولوا لي ايه بقى؟ هيقولوا لي خلي بالك ان الار على ساين 180 ماينس 2 سيتا هي نفسها ار على ساين 2 سيتا. وهيرجعوا تاني يقولوا لي ان الساين 2 سيتا بتتفك ل 2 ساين كوزاين 4 على ساين سيتا. وانا اختصر بقى الساين مع الساين، يطلع ايه؟ يطلع ان الار بتساوي 8 مضروبه في كوساين سيتا. هي دي الباس ايكويشن اللي انا بدور عليها. تعالوا نسميها ايكويشن ايه؟ 3. ايكويشن 3 دي ممكن اعمل لها دريفتيف بالنسبه للتايم، فالار تبقى ار دوت 8، الكوساين سيتا تبقى ايه؟ نيجاتيف سيتا دوت. تعالوا نبعد ال 8 شويه، يبقى نيجاتيف 8 سيتا دوت ساين سيتا. دي كده الايكويشن رقم 4. تعالوا نعمل دريفتيف مره كمان بالنسبه للتايم، يدينا الار دبل دوت بتساوي نيجاتيف 8 في سيتا دبل دوت ساين سيتا زائد سيتا دوت سكوارد كوزاين سيتا. كوزاين سيتا دي كده الايكويشن رقم ايه؟ رقم 5. قالي كده المسألة كتعويضات خلصت. لما نحط السيتا بتساوي 45 ديجري في equation 3 نقدر نجيب مين؟ الار. equation 4 نقدر نجيب الار دوت. equation 5 نقدر نجيب الار دبل دوت. طبعا نرجع بالراجع بقى لequation 1 نجيب الان بتاعت الكيرف، ونروح على ايكويشن 2 نجيب ايه؟ نجيب الان بتاعه الارم اللي هو عايزه. واضح ان دايما الريكوارد بيبقى في اخر المساله عشان يعديني بكل السكيلز اللي انتوا شايفينها. انا كنت بس بقول ان الكيرف والستريت لاين ليهم رياكشن. قلت ان انا لو عندي فلات سيرفيس، الراجل اللي كان بيسال على الرياكشنز اهو. ايوه محظوظ. ايوه انا عندي هنا فلات سيرفيس اللي هو الارم اي بي ده والرد هنا، فارسم رياكشن ازاي؟
نورمال على الارم ده اهو، يبقى ده كده الان بتاعه الارم، طبعا لفوق او لتحت مش فارقه معايا لان هو انكلوزد كولر. طب نيجي للكيرف اهو، ادي الكيرف، فين البارتكل بتاعي؟ البارتكل بتاعي موجود هنا. فين السنتر اوف كيرفيتشر؟ ادي السنتر كيرفيتشر اهو. فلما باجي ارسم النورمال رياكشن بوصل الاوبل بارتكل، شايف الخط اللي بالاحمر ده؟ انت عندك بقى احتمال من الاثنين، يا اما ترسم الرياكشن لبره يبقى ده كده الان كيرف، او ترسم الرياكشن لجوه ده كده برضو الايه الان كيرف، برضو الان ارم ممكن يبقى ايه، ممكن يبقى لفوق ممكن يبقى لتحت. وصلت؟ اه تمام، شكرا دكتور. تمام. ها في واحد انا قلت له ما فيش اسئله دلوقتي، تعالى يا سيدي قول. لا دكتور انا كان قصدي بس في الجيومتري بدل مستخدم الساين رول، ممكن طالما هو ايزوستريس ترانجل انزل خط بيربنديكولر فيعمل بايسكت ان هو يبقى هاف ار، فهاف ار بتساوي كوساين ثيتا على طول. ده اسهل من اللي انا قلته بكتير، بس خلي بالك اللي انت قلته ده سبيشال كيس برضه يعني. انا بص عشان في سيركل، وانا انا في الشرح بخاف من السبيشال كيسز يعني، انا بحاول دايما اجنرالايز الموضوع، بس اللي انت قلته ده اسمه سمارت سوليوشن يعني. فاكر انت لما قلت في اول المحاضره ان انا بحط يا جماعه ستابس، وانت بقى تمسك الستابس دي تزود عليها تنقص منها، لان انا بشرح لعموم الطلبه فمش كلهم هيفكروا التفكير اللي انت قلته دلوقتي. زائد التفكير اللي انت قلته ده مرتبط بايه؟ بالسيركل. طب هو شرط تبقى المساله اللي تجيلي بيتحرك في سيركل؟ لا مش شرط خالص، بس كلامك صح جدا جدا. هو زميلنا يا جماعه بيقول ان طالما ده ايكولاتر يبقى انا واثق ان اللاين اللي هنزله من نقطه او هيقسم الار نصين، فهتقسم المثلث الايكولاتر ده لمثلثين كل واحد منهم رايت انجل تريانجل، ويبدا يستخدم الساين والكوزاين رول. هو عايز يقول لي ان كان هيبقى ابسط بكتير قوي انك تجيب الريليشن بتاعه ار بتساوي 8 كوزاين ايه سيتا. طبعا كلامه صح جدا ومظبوط واسهل من اللي انا ايه من اللي انا قلته، بس دي للمساله دي. لكن انا كنت برضو عايز افكر الناس بالساين رول عشان ده هو الجنرال رول للجنرال كيس. تمام شكرا دكتور. دكتور بعد اذنك قول، هو حضرتك قلت بس انا اخترت الار كاب في الدايركشن ده ليه اللي هي من ال سي صح؟ بصي بصي تعالي كده معانا. ايوه انت شايفه الورق اللي انا شايفها دلوقتي؟ اه حلو قوي. بصي كده يا ستي، انا كاتب لك في ستيب 1 نعمل ايه، نختار فيكسد بوينت از اوريجن. الفيكسد بوينت دي بتبقى هي ايه برضو؟ بتبقى هي الانترسيكشن between the lines of the angle theta. فاكره اللاينز بتوع الانجل ثيتا؟ الريفرنس والايه والموفينج، الانترسيكشن بتاعهم هو الاوريجن. دي اول حاجه. تاني حاجه الار بيبقى مع الموفينج لاين، فاهمه دي؟ حلوه. هنمدها ازاي؟ احنا لما كنا بنرسم الاكس اكسس والواي اكسس كنا بنرسمهم مع اتجاه الاكس، مع زياده الاكس وزياده الواي. نفس الكلام هنا، الار ده لاين ليه نقطه بدايه وليه نقطه نهايه. طب نقطه البدايه مش تبقى دايما هي الاوريجن؟ نقطه البدايه مع الاوريجن والبوينت الثانيه مع البارتيكل اللي بيتحرك صح؟ ايوه كده، برافو عليك. يبقى انا هنا وصلت من الاوريجن او لحد البارتيكل خط طوله ار، بدايته كانت الاو، بدايته كانت الاو اللي هي الاوريجن، نهايته كانت البارتيكل. السؤال بقى الار دي لما تزيد البارتيكل يتحرك لبره ولا لجوه؟ لا لبره. لبره، يبقى ده الار كام. هو انا لما برسم الاكس اكسس مش برسمه بيبعد عن الاوريجن؟ ايوه. ولما برسم الواي اكسس برسمه بيبعد عن الاوريجن. أيوه. نفس كلام الار كاب، لما برسم الار كاب برسم الار كاب بيبعد عن الاوريجن. تمام شكرا دكتور. اه تمام. في اسئله ثانيه يا شباب؟ ها باشمهندسات كنت بس هسال حضرتك على حاجه. اسال على حاجه. هو بالنسبه للعلاقه اللي حضرتك جبتها لي الار ايكوال 8 كوزاين ثيتا، هو انا لما فكرت فيها قلت ان الار هي اكبر فاليو ليها هتبقى ال8 لانها الدايمتر، وفي نفس الوقت هي مضروبه في كوزاين ثيتا عشان هو البروجكشن بتاعها الدايمتر، فجبتها على طول 8 كوزاين ثيتا. الكونسبت ده صح ولا غلط؟ طب قول تاني. تمام انا قلت ان الار اكبر قيمه ليها هي 8 تمام عشان هيبقى دايمتر، وفي نفس الوقت
هي هتبقى البروجكشن على الدايمتر لما تبقى فانكشن في الثيتا لانها هتتغير، فهضربها على طول في كوزاين ثيتا. بص انا مش انا فهمت انت بتقول ايه، بس انا مش عارف الكلام دوت ينفع نعممه ولا لا. يعني جايز تكون ظهرت كده باي اكسيدنت عشان دي سيركل، ما هو ده برضه يرجعنا لايه، لكلام زمن. لكن هل كلامك ممكن نعممه في اي كيس؟ لا طبعا. يعني الرول بتاعك ينفع اه برضه لو كان سيركل، زي ما زمننا كده قال ايه، هنزم الاي لاين فيقسم الار نصين. ما انا بتكلم لو في سيركل مش في اي حاجه. هي تمام شكرا. لا لا طيب تعالوا، هو انا شايف ان عدد المسائل قليل النهارده، بس كم المعلومات في كل مساله اعتقد انه ايه، انه ملى دماغكم وايه وعمرها جامد يعني. يا رب يجي بالصالح في المذاكره. تعالوا نشوف المساله ديت، دي اخر مساله معانا في الليكتشر، وتعالوا نشوف ايه النوتس اللي نقدر نقولها في المساله دي. انا بس عايز اوصل لكم حاجه، ان المحاضره خلاف السيكشن، المحاضره بحاول اوصل لك الكونسبت اوف سوليوشن. يعني انا بعلمك ازاي تفكر، بعلمك ازاي تفكر. مش عايز حد منكم يطلع من المحاضره يقول ده انا فاهم ايه، ده انا فاهم 100 100، ولما بصيت للمسائل دي بعد كده لقيت نفسي اعرف احلها بسهوله. الكلام ده على ارض الواقع مش صح. عارفين انا دايما امثلها للطلبه عندي بايه، بتعليم السواقه. عايز اعلمك سواقه العربيات، فقمت مقعدك على كرسي في قاعه، وقمت جايب فيديو، وقمت جايب لك فيديو لواحد بيسوق عربيه، وبدات اشرح لك ايه البروسيدور اللي الراجل ده بيعملها عشان يسوق العربيه. فانت لقيت نفسك فاهم البروسيدور بتاع سواقه العربيه جدا، ده انت كمان شفت الفيديو بتاع الراجل اللي بيسوق دوت يجي 100 مره عشان همتحن، وتقدر تقول لي في الثانيه كذا الراجل هيحرك ايده على الذراع الفلاني يعمل كذا ويدوس بنزين ويدوس. هتوصف لي الفيديو بالملي. السؤال بقى هنا، لو حضرتك دخلت الاختبار بعد ما تشوف الفيديو بتاع سواقة العربية 100 مرة، هتعرف تسوق عربية ولا مش هتعرف؟ ها حد يقدر يجاوبني؟ مش هعرف اكيد. الله عليك. بص انا مش هعرف، دي ده رد واكيد ده رد تاني. بالظبط يا جماعة، هو المنهج بتاعنا مش شرط ان انت فهمت المحاضرة كويس وفهمت التوتوريال كويس وفهمت المعيد بيعمل ايه والدكتور بيعمل ايه وازاي بفكر. ده انت عارف ايه كمان، ده انت هيجي زميلك ما يكونش حضر المحاضرة او ما فهمش الحتة دي، فانت تقعد معاه وتشرحها له، وعلى فكرة هتشرحها له كويس جدا جدا جدا، بس حضرتك ما حلتش بايديك. فلازم تحل بايديك عشان تبقى بتسوق العربية زي الراجل اللي شفته في الفيديو بيسوق عربية بالملي. المثال ده منطبق تماما على ايه؟ على حل المسائل. النقطة التانية ان في ناس منكم هم بيذاكروا وبيحلوا ما بيرتبطوش بالتايم قوي. يعني هو الراجل قاعد براحته في البيت، الموبايل بتاعه جنبه، النت مفتوح، بيبدأ يحل المسألة، جات له مسج بيرد عليها، جاله تليفون بيرد عليه، جاله مشوار بيروح ويرجع يكمل مذاكرة. ده الراجل النهاردة كان حاجز اليوم كله للمادة الداينامكس، والحمد لله ذاكر المحاضرة وحل المسائل بإيديه زي ما حضرتك قلت لنا، وخلاص بقى متعلم السواقة كويس جدا جدا جدا. بس جه في الامتحان برضه محلش كويس. طب ليه محلش كويس؟ ده أنا على فكرة أنا شفت المحاضرات كويس، شفت التوتوريال كويس، حليت بإيديا زي ما أنت قلت. ده أنا حتى كمان يا دكتور جودت وجبت مسائل تانية وحليتها على نفس التوبيك، ليه لما دخلت الامتحان ملحقتش أحل؟ أقول لك لأن أنت لما حليت ما ربطتش نفسك بالتايم. الامتحان هو مسألة في تايم محدد، لازم المسألة ديت تقراها وتترجمها وتفكر في حلها وتكتب في تايم محدد. طب التايم دوت لو ما كفكش هتعمل ايه؟ حاجة من الاتنين، يا اما هتسيب المسألة وانت لسه بتفكر فيها، يا اما هتظلم وقت مسألة تانية. فتلاقي مثلا لو انا عندي 40 سؤال الوقت كفاني ل 30 سؤال،
طب والعشر أسئلة الباقيين؟ لا العشر أسئلة بيه ما لقيت لهمش وقت. طب هو أنت شاطر ولا مش شاطر؟ لا شاطر. طب العشر مسائل دول أنت عارف حلهم ولا مش عارف؟ لا عارف حلهم. واحد تاني اتوتر، فرغم أن الوقت بمذاكرتهم كف 30 سؤال إلا أنه حل الأربعين سؤال، بس طبعا ظلم إيه؟ ظلم التركيز في كل بوينت. يعني هو محتاج عشان يحل المسألة دي صح دقيقتين، فأخذ دقيقة، فالمسألة بقى تركيزه فيها إيه؟ ضعيف، فبقى احتمال الخطأ أعلى، من هنا بتضيع الدرجات. فركزوا معايا إن المذاكرة مراحل، فهم وحل بإيديا وضبط التايم الحل بإيديا. يا رب يكون الكلام دوت في إفادة ليكم في الكورس ده أو أي كورس تاني قدامكم. معلش طولت عليكم، تعالوا نرجع للبروبلم ديت ونقراها ونقراها سوا. في البروبلم ديت بيقول لي ايه؟ تعالوا كده نعمل لها زوم عشان انا نظري على قد اهو. بيقول لي سموث 2 كيلوغرام سلندر سي هاز ا بن بي. ما تيجوا نعمل زوم تاني، هشيل الباتري ايه، تعالوا نعمل زوم اكتر اهو. ادي البن اللي بيقول عليه، تعالوا كده نعمله ايه كالرد بالايه بالبلو كالر. بيقول لي ان البن دوت على شكل سيلندر. البن ده على شكل ايه؟ على شكل سيلندر. وبيقول لي انها سموز. سموز دي خلاص بقى احنا بقينا خبره في القصص ديت. سموز يعني نو فريكشن، يعني كل اللي هرسمه هو الايه؟ هو النورمال رياكشن. طيب بيقول لي بقى ان البن دوت السنتر بتاعه موجود في سلوت اي بي، يعني هو جه هنا حفر لي في الرد اي بي سلوت. خلي بالكو ان سلوت ده بيخلي لي الكولر او البن انكلوزد. كلمه انكلوزد معناها ان الرياكشن صحيح بيربنديكولر بس بيبقى ليه تو ساينز، ممكن يبقى ابورد او ممكن يبقى ايه، ممكن يبقى داونورد. طيب بيقول لي if the arm is forced to rotate in vertical plane. الناس بقى اللي مركزه معايا في الليكشر هيبقى عارف ان vertical plane هنرسم الويت. الله عليك، هنرسم ايه؟ هنرسم الويت. طب هو سؤال بقى هيظهر دلوقتي، طب يا دكتور لو ما كانش قال، يعني لو ما كانش قال هي horizontal plane ولا vertical plane، اعمل ايه في الحاله ديت؟ اقول لك تعتبرها vertical plane. يبقى الديفولت بتاع تفكيرنا ان يكون البارتكل في الفيرتيكال بلين. طيب بيقول لي في اللحظه اللي انت شايفها ديت، لا هو ما قالش في اللحظه دي بصراحه، انا كده بفتي. في اللحظه هيقولها at the instant shown. بصوا كده الفرق ما بين الجملتين اللي انا قلتهم دلوقتي. هو بيقول لي at a constant rate سيتا دوت بتساوي 0.5 راديال بير سكند. طب افرض ان انا جيت لك في مساله تانية وقلت لك at the instant shown الثيتا دوت ب 0.5 راديال بير سكند، ايه الفرق ما بين الجملتين؟ كلمه at instant يعني في لحظه بعينها، يعني الفاليو اللي اديتها لك دي مش من حقك تعمل لها انتجريشن او تعمل لها ديريفاتيف. لكن هنا قال لي عامه خلي بالك الثيتا دوت بتساوي 0.5 راديال بير سكند. طيب determine the force that the arm exerts on the peg. peg اللي هو مين؟ اللي هو المسمار او التوصيله اللي انتوا شايفينها ديت. at the instant شفتوا بقى at the instant ظهرت اهي لما سيتك كانت بكام؟ كانت ب 6 ديجري. واضح ان المساله ديت على نفس البيهيفير بتاع المسالتين اللي فاتوا، واضح ان انا هرسمها برضو في الايه؟ في الجنرال بوزيشن. طيب تعالوا كده نعمل ايه؟ نجيب الفيو كله على بعضه وتعالوا نرسم الفري باداجرام، حتى تعالوا نرسمه على الرسم على طول زي ما زميلنا قال كده. هرسم الويت لانها فيرتيكال بلين، فاجي هنا هرسم 2 جي واجي ارسم الرياكشن بقى. المساله اللي فاتت كان عندي تو تايبس اوف سيرفيسز، كان عندي فلات سيرفيس رسمنا النورمال رياكشن بيربنديكولار عليه، وكان في كيرفد سيرفيس رسمناه رايح للسنتر اوف كيرفيتشر. لكن هنا انا عندي تو فلات سيرفيس، عندي جراوند اهو اللاين الهوريزونتال ده جراوند، فبيبقى الرياكشن ايه؟ نورمال على الجراوند.
اهو اهو ده كده ايه؟ ده كده ال N ground. وفي ايه كمان؟ وفي عندي الذراع ده اهو ده برضو flat surface ده الارم. فيبقى عندي عليه ايه برضو؟ هيبقى عندي عليه normal reaction. اهو ادي الايه؟ ادي ال N arm. يبقى انا كده رسمت الفري بادي ديجرام ويت نورمال رياكشن بتاع الجراوند ونورمال رياكشن بتاع الارم او السلوتد ارم او اي. الخطوه اللي بعد كده اختار كوردينتس. لا على فكره انت مش من حقك في المساله دي تختار كوردينتس. ليه؟ لان هو مختار لك كوردينتس. تعالوا كده نرجع للرسمه ونشوف هو الراجل مختار ايه. الانجل سيتا هي اللي محيرانا طول الليكتشر. ادي الانجل سيتا ما بين ايه؟ ما بين ريفرنس لاين اهو ده كده ريفرنس لاين وده كده مين؟ ده كده الموفينج لاين. طبعا الانترسكشن ما بين الريفرنس لاين والموفينج لاين هو مين؟ هو الاوريجين بتاعنا. باجي بقى من الاوريجين دوت برسم الار كاب وبرسم السيتا كاب اهو ادي الار كاب. حتى الراجل رسم لنا هنا ادي الار. السيتا كاب بقى يترسم ازاي؟ السيتا كاب يا دكتور بيترسم على الموفينج لاين وبيكون في اتجاه الانكريز اوف سيتا. فطبعا واضح ان السيتا هنا لما هتزيد هيروتيت في الدايركشن ده. يبقى دي كده مين؟ يبقى ده كده هو السيتا كاب. رسمنا الكوردينتس. تعالوا بقى نطبق الرولز بتاعتنا. الرولز بتاعتنا سيجما اف ار وسيجما اف سيتا. سيجما اف ار ايكوال الام في الاي ار. احنا واخدين الار انكلايند داونورد كده. ايه الفورس اللي بتاثر؟ تعالوا كده نروح بقى للجيومتري. انا مش شاطر زيكم طبعا في الجيومتري بس واضح ان هي دي نفس الانجل سيتا ودي كده الانجل ايه؟ سيتا. الفورس في اتجاه الار هي ال 2 جي ساين سيتا لانها مع الار كاب وماينس ال N ground ساين سيتا برضو ايكوال الماس اللي هي 2 في R double dot ناقص R سيتا dot squared. ادي equation رقم 1 مجهول فيها مين؟ مجهول فيها ال N ground. طبعا ده على اساس ان حضرتك عارف ال R double dot وال R والسيتا dot والايه والسيتا. الرول الثاني هو سيجما F سيتا ايكوال الام في الاي سيتا. ادي الدايركشن اوف سيتا. ايه الفورس اللي في اتجاه السيتا؟ 2 جي كوساين سيتا ماينس ان ار ماينس ان جراوند كوساين سيتا ايكوال الماس فار سيتا دبل دوت زائد 2 ار دوت سيتا دوت. ده كده هو مين؟ هو الدايركشن التاني. طبعا من اللحظه ديت هنبدا نشوف معانا ايه. هنلاقي ان احنا مش معانا غير معلومات السيتا. معايا السيتا بتساوي 60 اهي. معايا السيتا دوت بتساوي بلس 0.5. طبعا بلس عشان هو رسمها لي ايه مع السيتا كام وقال لي انها كونستانت. يبقى السيتا دبل دوت ايكوال 0. فاضل معلومات ايه بقى؟ فاضل معلومات الار. هنجيب الار دي ازاي؟ قال لي يا اما يديك الار فانكشن في التايم وده مش موجود، يا اما الار تكون كونستانت وده مش متحقق، يا اما ان احنا يكون مدينا الار فانكشن في السيتا وده مش موجود برضو. فيبقى فاضل لك ان انت تروح لمين؟ تروح للجيومتري. لو رحت للجيومتري تعالوا كده نروح للجيومتري سوا. ادي الريفرنس لاين فين؟ الستريت لاين. ادي الريفرنس لاين اهو وادي الموفينج لاين تمام وادي الايه البارتكل بتاعنا ومدينا هو المسافه ما بين هنا وما بين هنا بفور. اهي خلي بالكم المسافه دي ما بتتغيرش اهي 0.4 قصدي 0.4 ما بتتغيرش. ليه؟ لان انا عندي الجراوند وده الاثنين فيكس. وادي السيتا وادي الار. واضح ان المثلث اللي اتكون مثلث رايت انجل. ايه طالما بقى مثلث رايت انجل يبقى انت هتفكر في ايه؟ في الساين والكوزاين والتان. انا شايف ان الساين هو انسب حل. انا شايف ان ساين سيتا هيساوي
0.4 انا عكست صح؟ اه عكست 0.4 على r. يعني معنى كده ان ال r sin ثيتا بتساوي 0.4. دي كده تعالوا نسميها ايكويشن رقم 3. طبعا ما حدش يحط لي الثيتا ب 60 ويقول لي يبقى ال r دوت وال r دبل دوت ب 0. لا ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. لازم اعمل انتجريشن وديرافيتيف بعد كده اسبستيت بالانستنت اللي عندي. فديرافيتيف الايكويشن ديت بالنسبه للتايم هيدينا ان الار دوت هتضرب في ساين ثيتا والار تضرب في ثيتا دوت كوزاين ثيتا. الكلام ده كلام معتاد بالنسبه لكم ايكوال 0. ادي ايكويشن 4. هنعمل ديرافيتيف مره كمان ها بالنسبه للتايم، يبقى ار دبل دوت ساين ثيتا زائد ار دوت ثيتا دوت كوزاين ثيتا. بعد كده اتفضل لي بقى الترمات الثلاثه دول ار دوت في ثيتا دوت كوزاين ثيتا، بعد كده ار ثيتا دبل دوت كوزاين ثيتا، بعد كده ار ثيتا دوت سكوارد في ساين ثيتا. بس اوعى تنسى زي ما انا نسيت دلوقتي ان دي كده هتبقى ايه، هتبقى ماينس. ده حتى البرنامج مش راضي يعملها ماينس اهو، نشخبط عليها ايكوال 0. وادي ايكويشن ايه، ايكويشن 5. نيجي بعد كده نعوض بقى بالانستنت بتاعتنا، هنحط الثيتا ايكوال 60 ديجري في 3 نجيب الار، 4 نجيب الار دوت، 5 نجيب الار دبل دوت، نروح في ايكويشن 1 نجيب الان جراوند، ونروح في ايكويشن 2 نجيب الان ارم اللي هو طالبها. اللي مركز معايا هيقول لي يا دكتور انت ما قلتش جديد في المساله ديت. فعلا انا ما قلتش جديد، بس كنت بديكم مثال تاني للبربنديكولار او سوري ال الرايت انجل تريانجل لو كان موجود هنتعامل بيه من خلال الساين والكوزاين. يبقى احنا اجمالا لكل اللي احنا قلناه النهارده، احنا قلنا اوتلاين بتاع التوبيك بتاع شابتر 6، بعد كده اتكلمنا على نوتس كتيره قوي. قلنا ان انا لو عندي تو انستنس لازم يا اما ارسم الفري بادي دياجرام الجنرال بوزيشن او اشتغل ورك اند انرجي. ورك اند انرجي ده ليكتشر الجايه ان شاء الله. النورمال رياكشن عرفنا ازاي بيترسم. قلنا لو كان الموشن في كيرف لازم الاول اهتم ايه هي الكوردينس اللي استخدمها. لو ما كانش مختار ممكن استخدم تي وان، بيبقى التي كاب مع الموشن والان كاب رايح للسنتر اوف كيرفيتشر، او اشتغل ار وثيتا. بس الار والثيتا بيشترطوا ان انا اختار اوريجين فيكسد بوينت من خلال الانترسيكشن بتاع التو لاينز اللي بيضموا الثيتا او فيكسد بوينت، وابدا ارسم الار كاب والثيتا كاب. كان بيواجهني مع الار كاب والثيتا كاب مشكله الباس ايكويشن، وقلنا ان الباس ايكويشن لو هي نوت جيفن ابدا ارسم البارتكل في الجنرال كيس مع الاوريجن بتاع الكوردينتس، هيتكون لي دايما ايه مثلث. يعني بصوا هنا المثلث اللي اتكون مثلث ايه، مثلث مش رايت انجل. فبدات استخدم الساين رول والكوزاين رول، وطبعا زمايلكم قالوا لي لا يا دكتور دي كانت سيركل، فالسيركل بيبقى ليها سبيشال كيس 1 2 3. يعني مجمل الموضوع ان انت المثلث ده ايا كان اللي انت عارفه من معلومات قديمه هتقدر تجيب لي ريليشن فاليد طول الوقت ما بين الار وما بين الثيتا، سواء المثلث اللي اتكون مثلث رايت انجل او مثلث نوت رايت انجل. يا ريت اكون فدتكم النهارده بحاجه. انا عارف ان المعلومات النهارده كتيره جدا، بس طبعا انا قلت لكم لازم تعملوا ايه، لازم تذاكروا كويس جدا بالطريقة الصح، غير كده